مساء الخير بالحلقة 10 من لعبة ماوت اند بليد. طبعا بهي الحلقة رح نحصل على اول قلعة. طبعا انا ما كنت متوقع انه اللوردات يصوتوا انه يعطوا قلعة لإلي، بس لما راجعت التقارير لقيت اني انا اكتر واحد جايب نقاط واسرى للمملكة، فمشان هيك يمكن صوتوا انه يعطوني قلعة. كمان في شغلة تانية بحب احكي عنها، الاشخاص اللي طلبوا شرح عن القوات أو الرومات، أنا عم بعمل فيديو إن شاء الله رح يكون فيديو كتير رائع، شرح عن القوات وبنفس الوقت مقارنة فعلية. طبعا هلا لازم يا اللي معنا او نتبرع كمان الوحدات. خلينا نشوف يون قديش بيجي. 14000 500 كل هذا مرتيروس قالوا لا ما لح اتبرع بكل لح اتبرع بس اسرع من بك، يعني انا لسه بحاجة المال. اني اخذ قد من اخذ دول خمس ثانيا رومات دول مهمين كتير. طبعا هدول كمان بيع. تمام هلا هيك هدول خلينا نبيعهم اول باول. تمام احنا بحاجة للماء. هلا المفروض لهون برع لهم مشان نتفاوض مع المملكة. هون هون هني اخدين من عنا 12 اسير، انا بس 4، فهذا الشيء بيلعب دور كبير. طبعا انا عملت جهد كبير انه اوقع خسائر يعني بالقوات تبعهم. احنا عنا 2530 هني ضاربين لنا 2830 طابط. طبعا كمان اخدين اسرى من عنا كتير وهذا متفوقين علينا. حال بده يصير سلام حيحطوا الشروط تبعهم، لازم نعمل عليهم تفوق اسرى وبالقتلة. هلا بالغارات الناجحة احنا عنا 8 هني 0. تمام هلا رح اجي لهون اتبرع بالاسرى انه لح احصل على 4 او 2000 وشوي دي تبعه. هي معادل ماني الفلو. طيب وهي اسير ثالث اما خلي هذا 3 وشوي بس انا استفيد بشي والمملكة. تمام هلا تحسنت المملكة بشكل كامل، نفس الوقت زادت عندي هون العلاقات.
اللي بدي اصدرها ما ح بيعها. هذا بيشمل كل شيء، الخيول ما حبيعها، كان تحميل افضل من البغال يعني. بنفس الوقت يطور الجنود يعني، فرسان يلزم خيول. هلا بكم؟ 10. كمان مشان الوزن هلا كل شيء هذا هدس. ريح شوي. تمام. هون انا شو طلع عم عصا، حاول نساعده قبل ما كمان يهجموا هدين ما عملوا قبل. قتلوا الجيش تبعنا كله، كانوا محاصرين، نروح نساعدهم على السبب. يعني في حال إذا جيش كبير بريا الغربية، المرة الماضية وصلنا كانوا ناهيني ساعدهم أحسن، إنه هلأ إذا أسروا كمان هدول ما عاد بيصفي عنا أبدا لوردات بل. ما وصل هذا شو بنقصره أفضل. تمام. مكاننا ممتاز بدون ما نتحرك. ما أظن حيجول بدون قليل. Infantry, move. عنا نقص بال Forward. المشاة. Bowmen, infantry, make a shield wall. أنا فرسان منيح، العدد كثير منيح حتى زيادة. المفروض نبدل منهم بالمشاة. ما نستطلع أو نجبرهم يجوا ينزلوا يعني.
هلا انا بس مشان قوي جديد يعني يصل لي فترة ما عم اقدر بالمعارك استخدم اللي كانت المعركة كبيرة بمناطق اوامل استخدم البو. هلا ببعت ورا يعني بجيب الرومات لهون formation. طبعا هدول ما يلحقوا حتى لو ما اجى المشاط. الرومات على الحل حيبيدوها. لما حاول ادرب اللبو عندي شوي لما بتدخل معركة كبيرة مرات انك عم تنتبه للجيش وتعطي اوامر ما بتلحق كل حدا ابدا. ما هرب منيح. هلا هون عنا سجن ممتاز فورا واحد لون هي افضل وحده. حاول نروح على البتانيا رد جي كمان ثانيا فاين كامبني بطل بتانيا افضل وحده. دول ما بدي اهون هلا اول فرصة راح كل عددهم قليل. قال اجا اي جيش تاني دمرهم على الاخير يعني. هدول اخر اللوردات عنا الباقي كلهم مقسوم. قال انه كمان ما نخليهم يتدمجوا. اول ما تبلش المعركة نشارك معهم. بس وين صفى جيشهم هدول وين صفى؟ يا محصرين شي مدينة لإلنا
طبعا الأغبياء تبعاتنا ممكن يكونوا قاصدين هالقلعة هاي، والإمبراطورية الغربية تكون حاصرة مدينة أهم منها. نروح نجرب نوقف هون شوي. والله هدول خارجين، هدول بيجيبوا دي منيح. انا معي هلأ أسرع. لا عفوا، هدول القرويين، هذا ما لنا شغل معه. ما بحب اجوا مع القرويين ابدا يعني، ولا حتى انها بالقرى. فيها مردود كتير كبير، يعني القرى مردودة رهيب، بتوصل ل 12,000 انها بالقرية، بس ما بحب انها بالقرى. هنا مسكات على السريع، اكنا ممتاز. هلأ هون كمان هذا مرتزقة، يعني هاي الكلان تبعه. هو شو اسمه كان؟ هو رئيس الكلان، ممتاز. هذا من حصلنا منه شي 3,000 على حسب ما عم اشوف. المرتزقة عم يدفعوا اكتر من اللوردات. اشتريت هاي ب3,000 للحصان، أرخص شي بس أحسن شي كمان. ذبحنا جنود، قيصة تدريعها خفيف بس وزنها خفيف، يعني الوزن مختلف. الإصدار القديم كان ما فيه الأوزان 150 و 140، كان ماكسيمو 30 40 48 50 60، مغيرين الأوزان كلها. أنا لاحظت تبع دروع الخيول يعني. هدول وين كانوا؟ Everyone follow me. حتى من عند كوزيت لبس، انا عم الاقي افضل شيء خفيف من عند الكوزيت، احسن ما اموت انا والحصان. هدوا شوي، هدول الفرسان دي خفف عددهم، ما حبيتهم. او تعالوا جاوا جاوا وصلنا. هورسمان موف اتاك. Everyone, after me. تمام، خلي الرماة تشتغل عليهم من بعيد. Archer forward. Good men, move. Form a shield wall. Horsemen forward. Mounted forward. Moment. Move. زمينه
تعال حبيبي تعال تعال تعال. هذا لازم نوقف شوي نعالجون حرام. طار أرشر أحسن من الأرشر. أرشر الإمبريا كلهم ما حبيتهم ضعف. كل تمام مو غلط. هي فلوس منيحة من اللوت تبع القوات هاي. طبعا هذا مو شيء، قوات الجيوش النظامية أفضل منه، بس بيجمع كله عم يجمع. خلينا نمسكه. تمام تمام 5.3 السرعة المفروض نمسكه، مفروض نمسكه. أظن حيجوا هني. تمام والله هجوم يا بقى. Cavalry, charge! Soldier, give him hell! Mounted on charge! Soldier, forward! After me! Form a line! Kill them all! Yeah! I've done it. Allah, that's insane. 3000 مغادر. اثنين هربوا بالقافلة. عدلوا بس هلا انا بدي اخلص من هالهرومات الامبريا وبدي ثانيا رح يصير معي قال ليوم البار
من القوافل ومن غارات اللي عم بعملها. هلا عندي يمكن اغراض اذا بيعها بتجيب فوق ال 15,000. طبعا هلا الحموله معي 4,000 حموله بس البسه واسلحه. هي لازم امسكها هي معها ننتبه للموضوع. هي كمالت القافله. كل ما لديك اهم شيء هون بدي اعطيني 700. تخيلوا كل ما لديك. هلا يا بناخذه اسير يا بناخذ البضائع. ناخذ البضائع. 11 ربط يعني هذا كان هربان فيهم بقية القافلة. دول كانوا 15 وهي 15-30. الواين 6، الحمير 11، غال 14. هاي قافلة تولز 5 يعني هاي 41 بغل. يعني هاي قافلة لحالة طلعت لي 15 من الحمير، 15 من الوال، وهذا في منهم صار عندي منهم كتير هون. هاد كمان أخذنا من هدول كتير. يعني هي صاحب هي القافلة اللي حيجن. هلا خلص أعطانا كل شيء، يعني ما عاد عنا خيار لا لنهجم عليه ولا لنأسه. خلص هيك تمام، كل واحد يروح بحال سبي. كان اثنين الله معهم قافلة. هون في عنا عرض 1100 لنفرج عن واحد. طبعا لا ما راح أفرج في عن حدا. شوف التقرير هون نزل. احنا كأنه غلطنا غلطة انه بعدنا عنهم. هني عم يفوتوا على القلعة لما يخسروا كتير يعني. اثر هاد لازم نرجع لعند هدول قبل ما يخسروا. طبعا هي المدينة اللي فهمنا انه صعب. تمام 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 بلشت المعركة. ثمانية وثمانين يعني فيها رومات قوايا كتير. 79 ميليشيا مو كتير قوايا بس عددهم منيح. انا ساعدون تمام. اخذ ارشر 20% من الارشر كل الارشر. حطيناهم هون. سولجرز انتري يوم لبين ما نقضي على الباتلي هون. ليش بالحصان؟ ليش بالحصان؟
هذا اللي عم يرمي هون ضروري نوقف. هيد شوت كله هيد شوت. ما أفضل عندي أسهم. يعني شلنا من المنيح يعني. المفروض يكون في أسهم. أنا جنود جديد المشكلة. هي المقاليع بتوقع خسارات فادحة. بس وطنا عندي 4 الأربعة اللي عندي كان أهم من الطلعة كلها.
die for the Graven! Victory is ours! رجعوا أخذوا القلعة مرة تانية. باقي 8 ب 12 هدول ما ماتوا. أي شغلة عاملينها قديمة كتير من الأيام أو الأصدار حتى قبل موت أند بليد 2 قديمة موت أند بليد العادية كان هيك على طول في انت درجه نو كوارتر فور ذا كريزر لا يصلحون لا كان تريزر تم تحريره عم يشكرنا تحريره ده كان سجين هون بالقلعة كان تبعه مو كتير كبير هو رئيس البان هلا حبيبي يلا روح هون صار 14 العلاقة معه كل ما طورنا العلاقة مع اللوردات أو الكلانات يفيدنا مثل ما قلت وقتنا نأسس مملكة إذا حاولنا إقناعهم إنه ينضموا إلنا يكون الأمر سهل كتير هلأ لنشوف يعني تجين وين بدي شيل عندي 63 أخذهم وفورا نتبرع فيهم للقلعة اللي نحن فيه هذا الحل الوحيد يلون انا هلا ما حيلحقوا يهربوا نتبرع فيهم فورا لهي القلعه اللي نحن فيها دول دخلوا المعركه مصابين يعني للنص 50% هلا انصابوا اكثر المفروض بقى هلا نريح الجيش هي غنائم القلعة غنائم القلاع والمدن بتجي حلوة يعني كتير حلوة هلأ هون عنا 700 3 أحصنة معنى انه جيش كبير هلأ ما هلقد بس مقبولين مفروض فورا نروح نقوي الرماد هاي القلعة رحوا ينطفوها والله منيح حلوة قلعة حلوة هون عنا المطابين لازم نريح
فينا نفوت برا. ايش ما يا للعالم معناها هون لما يهربوا هدول عندي 84 من 63. دون ما لهم شغل ميليشيا يعني هاد شيء يكونوا ضمن حماية المدن. كمان هذا قالوا نخلص منهم هدول كان ما يهربوا دول. كل ما كتر عدد المدن كل ما هذا قوي. يصير عن آخر هذا آخر شيء طبعا. يعني هاد آخر تطور لإله هي عنده درع من هدول يعني من مرتزقة من الإمبريا. هو من الإشيات يعني أنا هدول اللي ما بفهم شو ترتيبه. أيون موجودين على طول بأغلب المدن أو القلاع على المبنية نحنا كمان بدنا واحد دول بيتطوروا مشات بيدينا هذا ما له ايش ما له حتى يعني مثل ما بيقولوا جنس الأهمية بالغلط يعني هدول إجوا صار عنا انفلونزا 158 كثير منيح. تبرع بالقوة انا عندي نقص لا في مجالات ما فت انه هي لسه الملكة ما اعطت تصير عليها تصويت تقول قديش معاه تقول اذا حدا بيهجم عليه هنا لا يعني ما بيتحملوا معه لوحة تمام طلعوا اخذوا تقريبا هذا شيء المفروض يكون في قلعة بس أنا اللي استغرب إيش تبع وينه إيش الحل الوحيد لهون على السريع دول مع مين على الأين غيرنا حصرة معنا نحنا معاهم ما في يعني ما عم يتقاتلوا مع حدا تاني مثلا ليشون كثير يعني وين موجود ايش ما اجوا دافعوا عن القلعة هذا الشيء الغريب كثير.
مو مبين لا في أي أسى. طيب خلينا نروح له نبيع اللي معنا و... أي كمان هاي إجا جيشون لحظة لا أوف. 1500 مين بده يوقفوا هاد؟ دول جايين يا غبوش من كبير روح أسر أطلي أسرع أنا هلا عم تبرع له بهدول القوات بس أنا بحاجة لوصل هاد المبلغ تقريبا لحوالي 100,000 بدلي فخمة جيدة بدلي مرتبة ومرتب يعني مهم بدي بدلي وبو. هلا أنا عم تبرع بالقوات مشان عم بحصل قد ما تبرعت شو لسه واحد انفلونزا دول ما بجيب وهاد يبيع أنا. هذا جاب لي 12 علاقات مع كل اللوردات اللي لهم أسرى لانات اللي لها أسرى العلاقات بترتفع بشكل سريع كتير. عندي أسرى ب6,000 أنا أولى فيهم منهم يعني هاد يبيعوا لحاله إذا خليته معي حيهرب هي المشكلة ما في حال يا بدي وافق عن هاي القلعة على أساس بدهم يعطوها لحدا مطلوب منا نحن هلأ نصوت. الغريب إنه عم يصوتوا لإلي طبعا أنا عملته أغلب اللوردات ما عملوه كلهم أسرى طبعا جبت نقاط للمملكة كتير هلأ عم بيصوتوا لإلي أنا لازمني قلعة حط فيها الجنوب مو غلط ليش إذا مثلا نصوت له ليش مثلا بنحط بأن ندعم القرار أنا ما بدي حط ولا شيء جمالا هو رايح القرار لإلي مية وخمسة وتسعين هلأ هو 160 هنا هيك ما في خيار لازم ندفع انفلو 20 طيب هي رايحة لإلي رايحة لإلي هلا هدول جمعوا 1500 أعطوني القلعة هدول رح ياخدوها
5000 على 80000 هم إنه ما